السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مع فيديو جديد. وحشتوني جدا. لازم نبدأ الفيديو بتاعنا بالصلاة على النبي المصطفى الهادي. الفيديو بتاعنا النهاردة هنتكلم عن حاجة مميزة جدا. لو حصل أي مشكلة في جهاز الريموت اللي موجود عندك لأجهزة LG، أي جهاز أو أي ريموت من أجهزة LG، هنقدر النهاردة نحن نشوف تطبيق بديل. والتطبيق ده مش مخصص بس لأجهزة التلفزيون، لا، مخصص لكل الأجهزة الذكية السمارت اللي جاية من LG. هتقدر انك تقوم بعملية التوصيل وتقوم بكل المهمات اللي بدعمها الجهاز الموجود عندك ايا كان نوعه. شرحنا النهاردة هيكون على شاشة LG كل اللي انت محتاجه عشان تقدر تتحكم تحكم كامل، ان يكون في راوتر موجود في البيت حتى لو مفهوش اتصال بالانترنت، بس الراوتر بيكون شغال عشان بيعمل شبكة وبيعمل لينك ما بين التليفون اللي موجود معاك سواء كان اندرويد او كان iOS. بتقدر انك تعمل لينك ما بين الاثنين وتقدر انك تتحكم تحكم كامل. طبعا انت لو دخلت على متجر جوجل بلاي وبعدها تعمل سيرش على اي تطبيق او على اي ريموت لاجهزة LG، هتلاقي عدد كبير جدا من التطبيقات، ولكن اغلب هذه التطبيقات فيه جزء مجاني وجزء مدفوع، والجزء المدفوع فيه الميزات الاهم. عشان تقدر توصل لها لازم تدفع فلوس او لازم تشوف كمية كبيرة جدا من الاعلانات. النهاردة انا بقى بشرح لك التطبيق المجاني تماما واللي بيقدم لك 90% من المميزات. التطبيق ما فيهوش تقريبا اي عيوب، سريع جدا، قوي جدا في التوصيل، ما فيهوش اي مشكلة. ممكن العيب الوحيد اللي يواجهك مع التطبيق انه في بعض الاحيان لو التلفزيون مقفول ما بيكونش قادر على فتح التلفزيون، ولكن بعد فتح الجهاز بيبدأ يربط بشكل تلقائي وبيشتغل معاك بشكل سريع جدا. ودلوقتي عشان ما نطولش كتير يلا بينا نروح للشرح، ولكن الأهم انك تعمل لايك وسبسكرايب وشير، لان ده بيفرق جدا في دعم الفيديوهات ووصولها لأكبر عدد ممكن. يلا بينا نروح للشرح على التليفون. كل اللي هتعمله انك هتنزل التطبيق اللي هتلاقيه موجود في المقالة الموجودة في الوصف. التطبيق بعد ما تدخل عليه بتلاقيه سهل جدا. احنا شرحنا النهاردة هيكون على التطبيق والشاشة مباشرة عشان ما نضيعش وقت كتير. طبعا بعد ما بتنزل التطبيق اللي هو LG Think ده اللي هتلاقيه موجود في المقالة الموجودة في الوصف، التطبيق مش هيفتح معاك بالشكل ده. التطبيق هتدخل بالشكل ده كده. ممكن ندوس هنا نقول حذف النصيحة. هنا احنا حذفنا الجهاز عشان نبدأ معاك واحدة واحدة خالص من البداية. انا التطبيق هيفتح معايا بعد تسجيل الدخول بالشكل ده كده. كل حاجة هتكون ظاهرة معاك بالشكل ده. نزل التطبيق، هتبدأ انك تدخل، هتعمل على اضافة جهاز. طبعا الشاشة اللي عندك لو مش متوصلة او مش مفتوحة، كل اللي محتاجه انك تفتح الشاشة لأول مرة عشان يبدأ يظهر معاك عملية التوصيل. ضغط واحدة على زرار باور الموجود في الشاشة عندك هتفتح معاك بالشكل ده كده. هتبدأ انك تعمل اضافة جهاز. حدد جهاز. هيطلب منك الاعدادات انك تشغل الموقع الخاص بالتليفون والوصول للموقع وتعمل رجوع. حدد جهاز، هتدوس على التالي. هيبدا ان هو يشوف الاجهزه المتاحه من LG قريبه من عندك. هيلاقي TV، هتدوس على عمليه توصيل، هيظهر لك كود، هتدخل الكود على الشاشه. بعد عملية التوصيل هيطلب منك التأكيد والربط. هتدوس على ربط عشان كل حاجة تكون مربوطة معاك. خلاص كده انتقل للرئيسية. ضغطة هنا كده اصبح في لينك ما بين الريموت اللي موجود معاك والشاشة بدون ادنى مشكلة زي ما احنا شايفين مع بعض دلوقتي. هنا بقى هنبدأ نشوف مميزات الريموت اللي موجود معانا. عندك كده مميزات الريموت. الريموت ظاهر عندك بشكل بسيط جدا، تقدر تتحكم فيه تحكم كلي. اول حاجة تقدر تعملها انك تعمل عرض الكل عشان تشوف كل الميزات اللي موجودة معاك في الريموت. هنا الريموت بسيط جدا، تقدر تبدل ما بين القنوات بالضغط هنا كده. تقدر تجيب القايمة الخاصة بقى بالاعدادات اللي موجودة عندك من البيت اللي موجود ده. عندك الصوت هيعلى، الصوت هيوطى زي ما انت عايز. هنا الاعدادات، هنا اعدادات الادخال اللي موجوده معاك. شوف انت تختار الاعدادات اللي انت عايزها. عمليات الادخال، تقدر تعمل رجوع مره تانية. هنا بقى من المميزات المهمه جدا الحاجات اللي موجوده تحت، منها مثلا دي انك تجيب اداه التحكم بالشكل ده او يكون عن طريق الماوس، انك تظهر الماوس الخاصه بالجي وتتحكم فيها زي ما انت شايف بالشكل ده، او انك تجيب الارقام وليكن انا عايز قناه 55، ضغطه كده هكتب القنوات، او ان انا اظهر الليست الخاصه بالقنوات اقدر ان انا اوصل لها بشكل سريع جدا. اجيب ليست القنوات اللي موجوده معايا بحيث ان انا اوصل لها. طيب انا عايز اعمل سكرول بسرعه واوصل للقنوات بشكل سريع، هجيب كده كده هقدر ان انا اجي هنا كده وابدا ان انا اعمل سكرول
زي ما احنا شايفين، زي ما كنا بنعملها بالظبط في الريموت. تقدر كمان وانت بره هنا كده انك تسكرول زي ما انت شايف بالشكل ده كده، تقدر انك تفرق ما بين عدد كبير من القنوات بشكل سريع جدا. هنا على الجنب هتلاقي ميزات التسجيل، الحاجات الخاصه بالتسجيل المتوفره، ان مفيش يو اس بي انك تعمل عمليه تسجيل، الاعدادات الخاصه عموما. طيب في ايه تاني من المميزات اللي اقدر استعمله مع التلفزيون؟ في مجموعه من المميزات العظيمه جدا، من اهمها ثلاث ميزات موجودين معاك، اللي هي تشغل صور الهاتف، انك تعرض شاشه التليفون على الشاشه، والميزه الثانيه انك تسمع صوت التلفزيون نفسه على الهاتف اللي موجود معاك، ودي ميزه مهمه جدا هتفيدك بشكل كبير. وعرض المحتوى زي ما احنا شايفين من التليفون للهاتف. هنا كمان التطبيقات اللي موجوده معاك كلها هتلاقيها ظاهره على التلفزيون زي ما احنا شايفين، دي كلها التطبيقات اللي موجوده على التلفزيون هنلاقيها ظاهره. باختيار اي تطبيق هتلاقي التطبيق يظهر معاك على الشاشه على طول مباشره. انا شغلت يوتيوب، هلاقي يوتيوب يظهر معايا. من الميزات المهمه جدا كمان ان التطبيق ده بيدعم الاوامر الصوتيه. يعني بصوا كده زي ما احنا شايفين بدأ ان هو يكتب الاوامر الصوتيه اللي انا ضفتها له، ويبدا ان هو يبحث عليها. وطبعا كتب قناه محمد علي. اي بقى اوامر صوتيه تديها له هتلاقيه سهل جدا وسريع في التعامل. من اهم كمان ميزات التطبيق اللي عجباني جدا ان انت تقدر تسحب من فوق كده، طبعا دلوقتي عشان في مسجل الشاشه هنشيله بس كده، هنسحب من فوق هنلاقي ممكن ان انا اعلي الصوت، ممكن ان انا ابدل في القنوات، اقدر اتحكم تحكم كلي، والاهم من ده كله ان اقدر اقفل التلفزيون بالشكل ده كده من الاعدادات اللي موجوده فوق. ولو التلفزيون قفل معايا اقدر ان انا افتحه مره ثانيه عن طريق الدخول للتطبيق، ضغطه بسيطه كده هيفتح معايا التلفزيون. ولو حصل اي مشكله وما تمش الفتح اقدر ان انا افتحه بطريقه عاديه بشكل مانوال بدون ادنى مشكله. دلوقتي رشحت كل حاجه في التطبيق، شكرا ليكم. في نهايه الفيديو اتمنى ان انا اكون قدمت لك معلومه مفيده وقدرت ان انا اساعدك. شكرا ليكم وشكرا لكل اللي كمل الفيديو ووصل معانا لحد هنا. واكيد مش هتنسى انك تشارك الفيديو عشان يوصل لاكبر عدد ممكن.